20 سنة وسامية بتزور الشجرة دي تحديداً بشكل يومي. بالنسبة لها دي مش مجرد شجرة، دي روح بتخلد ذكرى والدها الراحل المعماري الكبير صلاح زيتون، واللي فقدته من سنين بنفس عمر الشجرة اللي زرعتها بنفسها عشان تخلد ذكرها. طول عمري بحب الشجرة، على طول فكرت ان اكتر حاجة احيي ذكرى ان انا ازرع له شجرة، فاخترت الشجرة دي لانها جميلة، مش كبيرة قوي، فهتبقى مناسبة للميدان. السكن بتاعنا قدام جزيرة وسطى في المعادي، فمساحة حلوة ان انا اقدر ازرع فيها شجر، وفي نفس الوقت ان انا اقدر ارعاها، ابص من البلكونة واشوف لو كانت محتاجة سقية، ابص من البلكونة لو كانت محتاجة شقرفة حواليها. وجودها هنا جنبي كل ما اعدي عليها افتكر ابويا وحبه في الجمال وحبه في الطبيعة، فاكنه عايش معايا. على فكرة العالم كله عنده التقليد ده، في كل بلاد العالم، يا إما في ذكرى إنسان عزيز راح، يا إما في ولادة مولود بيتفائلوا إن هم بيدوا للأرض حياة جديدة. فبقيت في كل عيد ميلاد أزرع له يا شجرة يا شجيرة، بس إن الميدان يبقى بيحيا بذكرى. حوالي 28 زرعة في الميدان ده على ذكرى والدي. لتخليد ذكريات مختلفة كررت سامية الفكرة، وآخر شجرة زرعتها كانت لحفيدها بمناسبة زيارته لمصر. قلت له إيه رأيك يا أمير إن إحنا نزرع شجرة في الميدان، تبقى الشجرة بتاعتك أنت، هسميها شجرة أمير، فالمرة الجاية لما هيجي هيلاقيها كبرت فهيرتبط بيها وهيرتبط بجزء من أرض مصر. يا ريت كلكم تحسوا بالسعادة وروح البهجة والشعور الإيجابي لما الواحد بيزرع شجرة. لو حضرتك هتزرع شجرة في ذكرى خاصة بيك، لو هنختار ذكرى سعيدة يعني يبقى عيد جوازي. عندي ولاد أخويا وعندي الناس أطفال كتيرة جدا، وبالنسبة لي ممكن أنا أزرع شجرة ليهم. وجود شجرة بتحمل قيمة معنوية للشخص، وكونه هو بنفسه اللي زرعها ده أكيد هيدفعه للاعتناء بيها، لكن المنفعة هنا هتكون عامة لي وللبيئة وللمجتمع ككل. ودي ببساطة فكرة مبادرتنا في مساء دي أم سي، مبادرة ازرع شجرة لتخليد ذكرى. هدير جميل، مساء دي أم سي.